علي وعلي وعلي وقول ليل الظلم مش هيكون اهدي الفصل وحلي الصوت اللي بيهدف مش بيكون اهدف اهدف علي وزيد احنا شبابنا الايد في الايد اهدف اصرف علي كمان اللي يكون يبقى كمان احنا الاغلبية بس انا ارض شعبية اغلبية قالت كلمتها اتفقوا على ارادتها اتفقوا على الشرعية ده اسلوب البلطجية علي صدقوا الله يعينكوا هحلكوا بكرة يجيلكوا اهتف اصرف على الصوت اللي بيهتف مش بيموت اهتف اهتف علي وزيد احنا شبابنا الايد في الايد واخدنا وقاس المية الى النادي بالشرعية مش ساكتين مش ساكتين نطلب يوم مش راجعين مش ساكتين مش ساكتين نطلب يوم مش راجعين مش هنقاطي ولا هنلين برضه الصورة فين رافضين مش هنقاطي ولا هنلين برضه الصورة فين رافضين يا للعار يا للعار كان استفتى ولا صار كان استفتى ولا صار أن تعيد هذا البلد إلى أسوأ مما كان عليه من قبل ولنا أي ديمقراطية يتحدثون عنها وهم يلتفون حول نسب الاستفتاء وأي ديمقراطية وتعبير عن إرادة الشعب ينادون بها وهم ينادون بكتابة الدستور بعيدا عن أي تمثيل شعبي وإنما بتمثيل ما يصفوه بالنخبة ثم لنا أن نتفاعل ما معنى أن تكتب مبادئ فوق دستورية ولا معنى أن تكتب مبادئ لا يجوز لمجلس الشعب أن يغيرها ولا أن يحذفها ولا أن يتدخل فيها إن هذا معناه أن هناك قوة ستكون أقوى من قوة مجلس الشعب ومن المعلوم أن مجلس الشعب هو أكبر وأقوى قوة تشريعية في البلاد وهذا يعني أن الإعلان الدستوري القادم سيعطي للجيش وللعسكر صلاحيات فوق دستورية حتى يحموا ما سموه بمبادئ فوق دستورية إن هذا يحول البلاد إلى بلد عسكري ودولة عسكرية لا ينتفي فيها إرادة المدنيين وتنتفي فيها إرادة الشعب فهل يريد دعاة المدنية أن تتحول بلادنا إلى عسكرية؟ هل يريد دعاة الديمقراطية أن تكون الديمقراطية على هواهم وعلى تفصيل إرادتهم؟ وما معنى أن يكون مجلس الشعب القادم ثلث ممثليه يختارهم العسكر؟ أي مجلس يمثل البلد ثلثه ينتخبه ويختاره العسكر؟ نحن لا نقبل إلا بأن يكون تمثيل البلاد تمثيلا متوازنا يعبر عن إرادة الشعب. إننا دعاة استقرار وما زلنا دعاة استقرار ولن نكون أبدا دعاة فوضى وسنرفض دائما أي يد تعبث بأمن هذا البلد ولكن لن نسكت عن حريتنا ولن نقبل أن تزيف الإرادة وتسرق الحرية لن نقبل أن تزيف الإرادة وتسرق الحرية نحن دعاة استقرار ومع ذلك
فنقول للمجلس ونقول للسلم ونقول لعصام شرف إن الوقفة اليوم التي تمت في 8 محافظات باسم الجبهة السلفية هي وقفة رمزية، وستتلوها وقفات تعم جميع محافظات ومدن ومراكز مصر، ستعم جميع مدن ومحافظات ومراكز مصر، وسنظل مع كل هذا وسنظل محافظين على الاستقرار مهما زادت وقفاتنا، ولن نسكت أيضا. نقول لهم نحن دعاة استقرار، ولكنه استقرار يحفظ الحقوق، استقرار يحفظ الحقوق. تقولوا بأعلى صوتكم لا لسرقة الدستور، 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 لا لسرقة الدستور. نهدد بوقفات كثيرة ستعم جميع أرجوع مصر، فلينتبه المجلس ولينتبه كل من يتآمر على هذه الإرادة ويتآمر على هذه الثورة ويتآمر على مكتسباتنا. لن نقبل، ستنتهي هذه الوقفة اليوم، ولكننا نهدد بوقفات أكثر تعم جميع مصر. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر والعزة لله. الله أكبر.